سلام حبيبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله عندي لكم اليوم واحد الوصفه ديال سلطه، يعني شلاضه على حسب وجبه، يعني تقدروا تتغداو بها تتشبع صحيه، فيها الخضره، فيها كاشيو، فيها الجنجلان. يعني ما نقولش لكم دابا كل شيء، تتفرجوا ان شاء الله في الفيديو، نتمنى يعجبكم. الا عجبكم كتبوها لي في الكومنتار، الا عجبكم بحال هاد الوصفات اللي ساهلين في الزربه نبغي نعرف. يلا خليتكم مع الفيديو. نتمنى فيديو يكون عجبكم وجا خفيف على قلبكم. ان شاء الله كيما العاده غنحط لكم المقادير ولا مكونات كاملين في الانفو بوكس تلقاوهم، مثلا هذيك زيت العود اش من نوع استعملت ولا الخل استعملت. ان شاء الله هذاك الشيء الاخر باين. خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.